سابقا فيكم في التمرين. الو التمرين كيقول لي حدد بسام التفكيك البي بي اس ام ديال 3600 او العدد 1764. ميم شوز غتقول لي حدد لي بي جي سي ديال جوج الاعداد. الو نبداو بهاد السؤال بدا نمشيو لاسئلة الاخرين. الو طبيعة الحال بسام التفكيك اول حاجة غنبدا نفكك. الو نفكك 6600. الو طبيعة الحال غنبدا بأول عدد أولي لي صفر في سمعت قبل القسم عليه اللي هو 2، حيت هذا كيساوي بزيرو الزوجي ومشي يقبل القسم عليه جوج. دونك صفر في سمعت قسم على جوج يعني 3000 و 300. بطبيعة الحال هذا العدد باقي تيقبل القسم على أول عدد أولي اللي هو جوج. أنا غنكمل لو 3300 قسمتها على جوج 2650، هذا العدد تاهو باقي تيقبل القسم على أول عدد أولي اللي هو جوج غيعطيني 825. الوغ هنايا غادي نشوف العدد ما يقبلش القسم على جوج، اول عدد اول نشوف العدد الاولي الموالي هو 3. لو لاحظنا الا شفت الا درت مصادر القسمه 8 جمعت الارقام ديالو 8 زائد 2 شحال هي 10 زائد 5 هي 15. 15 من المضاعفات يعني يقبل القسمه على العدد الاولي الموالي اللي هو 3. الا قسمت 825 على 3 تعطيني 275. لو 275 نشوف واش كتقبل القسمة على 3. نجمعهم جوج زائد 7 هي 9 زائد 5 هي 14. راه ليس مضاعف على 3 وبالتالي مكتبش القسمة على 3. دونك ندوز للعدد الأولي الموالي اللي تابع اللي هو 5. بطبيعة الحال العدد بين كيقبل القسمة على 5 لأن رقم واحد انت كاين تسالي بخمسة. دونك هذا يقبل القسمة على 5 شحال تعطيني 55. دونك 55 بطبيعة الحال يقبل القسمة على 5 أيضا تعطيني 11 عدد أولي يعني يقبل القسمة على 11 ويبقى لي واحد. وهنا غادي نكون فكرت العدد الاول وغنجي نكتب 6600 كتساوي جوج في جوج في جوج يعني جوج اس 3 في 3 في 5 في 5 يعني 5 كاري في 11 بكل بساطة. دابا نمشي نفكك العدد الثاني. الوغ 1764. طبيعة الحال اول عدد اول كيبان لي انها تقبل قسم عليه العدد اللي يقبل قسم عليه هو جوج لأن أربعة عدد زوجي واحد عدد زوجي. إذا قسمت 1764 على جوج تعطيني 882 باقا كتقبل القسم على أول عدد أولي اللي هو جوج هذا كتعطيني 441. 441 مبقاش تقبل القسم على جوج ولكن جوج تقبل القسم على العدد 3 العدد الأولي الموالي. 4 زائد 4 شحال 8 زائد 1 هي 9 يعني 9 مضاعفة 3 يعني قابل القسم على 3. الو قبل القسم على 3 تعطيني 147. 147 باش باقي تقبل القسم على 3 نجمعهم 1 زائد 4 هي 5 زائد 7 هي 12. 12 من مضاعفة 3 يعني باقي تقبل القسم على 3. نقول نجرب القسم قبل نقسم على 3 تعطيني 49. 49 بطبيعة الحال كنعرفو انه اول حاجة ما يقبلش القسم على جوج على 3 اللي انا واحد فيها لان 9 زائد 4 هي 13. 13 ليس مضاعف على 3 ما يقبلش قسم على الموالي اللي هو 5 لانه كيساوي 0 5 وكان يقبل قسم على 7 معروف 7 في 7 نفس 49. لو 49 يقبل قسم على العدد الموالي اللي هو الاول الموالي هو 7 وتعطيني 7 7 يقبل قسم على 7 تعطيني 1. وبالتالي في التفكيك ديال 1764 هو جوج في جوج يعني جوج بوكاري 3 في 3 يعني 3 بوكاري في 7 اوكاري فوالا. الوغ دابا نمشي نحسب بي بي سي ام و بي جي سي دي. عندي كاع لي زوتي عندي كاع شنو بغي شنو نحتاج. اول حاجة البي بي سي ام. الوغ بي بي سي ام ديال 3600 و 1964 هو شنو هو جدا العوامل الاولية مشتركة وغير مشتركة مرفوعة على اكبر اوسط. لو فين العوامل الاولية المشتركة بعدا جوج مشترك ثلاثة مشترك وصافي. الوغ نمشي بدل نبدا بالمشترك جوج مشترك ناخذ في البي بي سي ام كناخذ عنده اكبر اس مرفوع الى اكبر اس ناخذ جوج اس ثلاثة. شنو اللي باقي مشترك ثلاثة. الوغ ثلاثة اش غناخذ غادي ثلاثة اس واحد وثلاثة او كاري ناخذ ثلاثة او كاري. وجد العوامل البي بي سي ام وجد العوامل المشتركة والغير مشتركة مرفوع على اكبر اس. الغير مشتركة هي صافي دابا غنكمل غير مشترك نحطهم كاملين. خمسة غير مشترك نحط خمسة أوكاري. 11 غير مشترك في 11. 7 غير مشترك في 7 أوكاري صافي. ونحسب هذا الشيء كامل شحال يخرج 970200 تساوي
920,000 و200. هذا هو PPCM ديال عدد 1664. أما باش نشوف دابا البي جي سي دي ديال هاد العدد بي جي سي دي ديال 1664 شحال كيساوي. الوغ القاعدة كتقول ليا بي جي سي دي ديال جوج الأعداد عن طريق التفكيك وجدوا العوامل الأولية المشتركة مرفوعة إلى أصغر أس. الوغ نشوف العدد الأول المشتركة هي أن في لوكا شندي جوج و ثلاثة وغناخد المرفوع إلى أصغر أس، يعني هنا جوج و ثلاثة جوج و كار شحال ناخد جوج و كار مضروبة فاش المشتركة قالت لي ثلاثة ثلاثة ناخد ما ناخدش ثلاثة وكارين مي غناخد ثلاثة واش نزيد الآخرين لا ديك غير في بي سي خمسة وكاري 11 سبعة مهما ندير بيهم صافي نحسب جوج وكاري هي أربعة أربعة في ثلاثة هي 12. ألوغ البي في جي سي دي ديال جوج الأعداد هو 12 ديال 6600 و 1964 هو 12. ألوغ دابا نمشي نشوف السؤال التاني. استمع قالك بزاف التفكيك بسط العدد 6600 1964 على 1864 بكل بساطة نستعمل هاد التفكيك ديالي حتى الخارج. ثانيا بغا نبسط 1600 على 1964 لوغ 1600 في التفكيك شحال كتساوي؟ هي جوج في ثلاثة ثلاثة خمسة وكاري 11 والاخرى هي جوج وكاري 1764 وجوج وكاري ثلاثة وكاري سبعة وكاري. طبيعة الحال هنايا طيب لي الاختزال ياك جوج أس ثلاثة عندي جوج أكاري لتحت عشان تبقى لي الفوق تبقى لي جوج عندي ثلاثة الفوق ثلاثة أكاري لتحت عشان تبقى لي لتحت ثلاثة شي ثلاثة مع ثلاثة تبقى ثلاثة عندي خمسة أكاري الفوق باش تبقى ما عنديش خمسة لتحت 11 ولتحت تبقى سبعة أكاري. المهم تخسر لي غير جوج أكاري مع جوج أكاري تبقى جوج خصاز لي ثلاثة مع ثلاثة أوكاري عاش بقى ثلاثة لتحت لي غتساوي لي هنايا جمعت فوالا ندير هي خمسة في خمسة في جوج حداش 550 على 49 هي سبعة سبعة فاش ثلاثة 511 على 147 550 لا 147 فوالا هذا هو التبسيط. نحط التفكيك ديال العدد الاول كنحط التفكيك ديال العدد الثاني كنشوف فين نقدر نختزل وكنحسب داكشي اللي بقى ليا ما نقدرش نختزل كنعاود نحسب نرجع العدد كما كان رجع العدد صحيح طبيعي صحيح. دابا نمشي نجاوبو على السؤال الثالث. استنتج قيمة بي جي سي دي 550 147 ناخد ثلاثة ما نعرف بي جي سي دي 550 و147 انا قلت لي استنتج يعني خصني شي حاجه نفهم من السؤال اللي قبل. السؤال اللي قبل شنو عطاني؟ عطاني عن طريق التفكيك قدرت نبسط 6600 على 1764 العدد 550 على 147. انا قلت التفكيك فاش كنبسط به كاين عددين غير قابلين للاختزال وبالتالي ما معنى العددين قابلين للاختزال يعني ما عنديش شيء قاسم مشترك بيناتهم نقدر نقسم عليه يعني 550 147 ما نقدرش نقسم على شي قاسم مشترك بين الجميع من ان اختزل العددين مثلا 12 مع 4 واش نقدر نختزلهم كيجي عندي قاسم مشترك اللي هو 4 12 اش كتساوي 3 في 4 وانا عندي 4 في 1 يعني نقدر نمشي 4 مع 4 ياك عندي قاسم مشترك. الوغ لا هنا بما ان التفكيك اش كيعطيني باش نختزل به كنبسط لك كيعطيني عددين غير قابلين للاختزال. الوغ اشنو عندي 550 على 147 عدد غير قابل للاختزال أي ليس العددين 550 و 47 قاسم مشترك غير واحد يعني بطبيعة الحال واحد قاسم مشترك لجميع الأعداد يعني 550 في واحد إلى واحد يعني نقدر نختزل واحد بواحد غير واحد يعني ليس العددين 550 هو 147 قاسم مشترك غير واحد ما عندهمش شي قاسم مشترك
هو بينهم شغا نستنتج ما عندهم حتى شي قاسم مشترك من غير واحد، يعني اش غيكون بي جي سي ديالو؟ بي جي سي شنو هو قاسم مشترك الاكبر، يعني هما عندهم غير قاسم، ما عندهمش شي قاسم مشترك من غير واحد لانهم غير قابل للاختزال، وبالتالي فان قاسم بي جي سي دي سيساوي واحد بكل بساطه. راه نمشي للسؤال اللي بعده، ماذا يمكن القول على عدد 147 و 50؟ الو غنعرفو واحد رابعا فهم من الدرس ديالنا اش كيقول لي بي جي سي دي ديال A عدد صحيح طبيعيين A في كيساوي واحد، إذا A و B كديرين أوليين فيما بينهما. فوالا نطبق هنايا، بما أن من السؤال ثلاثة بي جي سي دي ديال 550 و 147 كيساوي واحد، بما أن بي جي سي دي ديال 550 و 147 كيساوي واحد، فإن 550 140 أوليين فيما بينهما. خامسا قال لي بسط الجذر ديال 3600 فوا 1664. أنا غنمشيو نبسطو داك العدد، وبطبيعة الحال غادي نستعملو التفكيك. رابعا هي نبسط الجذر 3600 فوا 1764. لو طبيعي الحال نستخدم التفكيك يخرج بي قبيلة، هو هذا هو التفكيك ديالي. اش غنمشي ندير بكل بساطة؟ غنمشي نخشي كل عدد نعوضو التفكيك ديالو. الو شاش ولي عندي تما كاينة هاد الجذر، جذر 3600 فوا 1764 اش كتساوي؟ الجذر ديال جوج أس تلاتة في تلاتة خمسة أوكاري في حداش، جوج أوكاري ثلاثة أوكاري سبعة أوكاري. أوكي ألو شنو كنخرج من الجذر؟ أوكاري ياك. ألو شنو يعني جوج أس تلاتة؟ شحال تبقى لداخل؟ تبقى جوج تخرج جوج أس تلاتة شنو هي؟ جوج أوكاري في جوج تخرج جوج أوكاري تولي على برا جوج ياك. ثلاثة عشرة في بلاصتها خمسة عشرة خرج خمسة وكارة تخرج خمسة كامل ما يبقى والو، حداش تبقى تخرج جوج زاد جوج كاري تخرج ثلاثة وتخرج سبعة. شكون غيبقى قلنا تبقى واحد جوج هنايا ياك، حيت هاديك جوج وثلاثة هي جوج وكاري في جوج، خرج جوج وكاري بقات جوج. غتبقى بطبيعة الحال ثلاثة غتبقى حداش حيت مقدرتش نخرجهم. فوالا دابا شنو غتساوي لي هادي؟ غنضرب هادشي كامل، هي جوج خمسة جوج تلاتة سبعة ربعمية وعشرين فاش جدر جوج تلاتة حداش جوج تا حداش طبعا الحي السوسي هي ستة وستين هي ربعمية. وبالتالي فإن التوصيل ديال هاد جدر 600 في 1664 هو 420 جدر 66. سهلة، كنشد التفكيك ديال الأولى كنخشيه بجدر كنعوض التفكيك ديال التاني كيبانو ليا ديك جوج أوكاري، جوج أوكاري أ أوكاري جدر أ أوكاري نقدر نخرج بطبيعة أ عدد صحيح طبيعي ماشي عدد نسبي دونك كيبقى موجب كتساوي هي أ فوالا جدر أ أوكاري كتساوي هي أ، لأن أ كنعرفو أنها صحيح طبيعي كون عندي نسبي غيكون عندي مشكل لا كتساوي أ. هادشي لي درت فماش بالي أوكاري كنخرجها كتبقى جوج، واللي ما قدرتش نخرج كتبقى وسط الجذر. فوالا هنا غنكونو ساهينا تهديلنا.